هي ومن وراء. أما بعد، أول شيء أشكر الأخوة الكرام على جهدهم وصراحة وحماسهم واتقاد همتهم البين والواضح في المجموعة وفي اللقاءات، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذا الجمع المبارك جمعا نافعا ينفعنا في الدنيا والآخرة. ونحن الآن مقبلون ما شاء الله في إقبال على الموسم الثاني، وهناك يعني ما شاء الله حسب ما فهمت من أبو محمد الشيخ خالد أن في إقبال ما شاء الله كبير على التسجيل في الموسم الثاني، ما شاء الله وصل العدد بعد الفرز واستبعاد اللي ما تنطبق عليهم الشروط، طلعوا تقريبا ما شاء الله حول 55 شخص. يبقى عاد النظر بعدين شلون طريقة الترتيب معاهم وكذا، وفي فكرة مبدئية أن ممكن تناقشنا فيها قبل مع أبو محمد والشباب، أن ممكن الأعضاء المؤسسين اللي هم حضرتكم ممكن كل واحد فيكم يمسك مجموعة معينة من هذه المجموعات الجديدة، أو ممكن نعيد النظر في الموضوع. المهم أننا نحن مقبلون إن شاء الله على يعني تطور في الفكرة، وإن شاء الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ويهدي ويسدد. بالنسبة للكتاب، أشكركم على يعني استقطاع جزء من وقتكم لقراءة هذا الكتاب الذي لم ينشر بعد، وإن شاء الله عز وجل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه ويرزقنا وإياكم الإخلاص والبركة. طبعا الكتاب ليس وليد السنة هذه، لكن هو تراكم من تقريبا 8 سنوات، يعني تقدر تقول خلاصة لتجربة المتواضعة فيما يتعلق بالشبهات، وجزء منه ملاحظاتي الشخصية. لذلك لو تلاحظون طعمت الكتاب بحوارات حقيقية حصلت، جزء منه قراءات، بعض يعني الاستفادة من الكتب الأخرى، فهو تقدر تقول خلاصة لتجربة متواضعة في هذا العلم أو في هذا المجال. اللي ودي يعني وأتمناه من الأخوة الكرام في النادي اللي قرأوا الكتاب أن يعني يفيدوني بملاحظاتهم ورؤيتهم اللي قد تضيف لي لهذا الكتاب، لأن مهما كان فإن الشخص اللي ألف قد تعزب عينه عن بعض الملاحظات في كتاب. فلذلك دائما العين الثالثة والعقل الثالث والرابع والخامس لا شك أنه يضيف ويلفت نظر الكاتب لأشياء قد يكون غفل عنها مهما راجع الكتاب مرات ومرات، لكن لأنه هو اللي كتب فقد يغفل عن بعض الأشياء. الإضافات هذه الأفكار، خلاصة هذه التجربة وخلاصة هذه العوامل رسمت أمام الشيخ صورة عبارة عن شجرة، شجرة متداخلة الأغصان متشابكة متشعبة، ولهذه الشجرة جذر، كل ما أتيت وقطعت فرع من الشبهات كل ما نمى فرع آخر ونمت شبهة جديدة. فرأى الشيخ أن من الأفضل اجتثاث هذه الشجرة من جذورها ومن أصولها، فكان الغرض من هذا الكتاب هو اجتثاث جذور هذه الشجرة وليس فروع هذه الشجرة. فالتوصيف اللي أعتقد أنه يناسب هذا الكتاب كما وصفه الشيخ هو معالجة تأصيلية للشبهات الفكرية المعاصرة. طيب، فابتدأ أولاً بسؤالين مهمين اللي هم كانوا في قسم الأسئلة. السؤال الأول، هل السؤال في الشريعة جائز؟ الجواب نعم، السؤال في الشريعة جائز لدلالة كثير من الآيات على جواز السؤال. فتجد يسألونك عن الجبال، يسألونك عن ذي القرنين، يسألونك عن الخمر والميسر وإلى آخره من هذه الآيات التي تدل على جواز السؤال، مع ملاحظة أهمية أن تكون الإجابة عن هذا السؤال أو بحث الإجابة عن هذا السؤال تكون واحد بمنهجية
اثنين بحسن ظن بالله عز وجل، ان الانسان لا يكون هشا امام هذه الاسئله، ولا يترك المعاني الواضحه والصوره الواضحه والمبادئ الواضحه للدين بسبب وجود مثل هذه الاسئله وبسبب وجود مثل هذه الايرادات. السؤال الثاني هو هل التفكير جائز في الشريعه الاسلاميه؟ الجواب نعم، بل حثت الشريعه على التفكر، قل انما اعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. إذن حثت الشريعة الإسلامية أيضا على التفكر كما أتاحت الإجابة على الأسئلة. هذا خلاصة المقدمة وخلاصة التمهيد، وأترك. الله يسلمك. طبعا أنا شيخ قرأت الفصل وربطت أيضا برسالتك اللي سويتها علاج الوسواس الشرعي، هي مأخوذة منها، وأيضا ربطناها بكتاب فريد الأنصاري مجاز القرآن تفسير سورة قاف، ولقد نعلم ولقد خلق الإنسان من ما توسوس به نفسه. جميل، فنتكلم عن المبحث هذا وبعدها عاد نشوف المقترحات بشكل يعني مفصل. طبعا الشبهات كما ذكر الشيخ في اللغة هي الالتباس، التباس الحق بالباطل، فالشبهات هي تلبيسات وتحريف الحقائق. كما قال ابن القيم، الشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق، وهذا مذكور أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أو مثلا أفتطمعون يؤمن لكم قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. يعني هو ما راح يقط شيء من لعبك بدون ما يكون فاهمه، لازم يلونه على أساس أنه يلتبس عليك. أما صاحب العلم واليقين فإنه لا يكثر بذلك، لأن مثل ما ذكرت شيخ أنه عند العلم وعند اليقين فعند البصيرة وفاهم بهذا الموضوع. قال شيخ الإسلام بن تيمية: وهكذا كلما كان الناس أحوج إلى معرفة شيء فإن الله يوسع عليهم دلائل معرفته، كدلائل معرفة نفسه ودلائل نبوة رسوله ودلائل ثبوت قدرته وعلمه وغير ذلك. المبحث الثاني تعريف الوسواس، كما ذكر الشيخ أن هني يلتبس على الناس شنو الشبهات وشنو الوسواس. في الختام المبحث الثالث فرق ما بين الوسواس والشبهات، كان نقطتين: الموسوس غير راقب فيما يأتي من أفكار فهو يعلم أن الله موجود، يعني العقيدة صحيحة عنده بس تأتي أفكار، يعني زين بالله كذي بالله كذاك بالله كان هاللون، الشيطان يحاول وياه بأكثر من طريقة. النقطة الثانية: الموسوس قد يكون جاهلا بجواب الشبهة التي تدخل عليه الوسواس فيسأل عنها فيقتنع عقله أول مرة وبس أنها ترد تتجدد. أما صاحب الشبهات وهو ملتبس بالشبهة ومجرد ما تأتي الجواب على هذه الشبهة خلاص تروح ويرتاح. وجزاكم الله خير. طبعا بالنسبه الله السلام على رسول الله، بعد ما فرق الشيخ جزاه الله خير بين الوسواس والشبهه، ذكر بشكل مختصر علاج الوسواس في الشرع، بعدها ينتقل الى الشبهه واللي هي اصل هذا الكتاب. فذكر الشيخ ان العلاج واسماء علاج التاءات الاربعه، وهو التاءات الأربعة هما التأكيد والتطمين والتحصين والتشاغل. فالأول التأكيد، واللي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يزال الناس حتى يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله، هذا خلق الله، فمن خلق الله، فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. وكذلك في الوضوء والصلاة وغيره. والتاء الثانية هي التاء التطمين، أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وقال: ذاك صريح الإيمان، فهذه ليست علامة على ضعف الإيمان وإنما على قوة الإيمان. ثالثة التحصين بالتعوذ والأذكار، فإن هذا الوسواس من الشيطان وإنما يزول بالأذكار. والتاء الرابعة هي تاء التشاغل والإعراض، وهذا خاص بالوسواس، وأكد الشيخ على ذلك أن التشاغل هو علاج للوسواس فقط وليس للشبهة، لأن الشبهة تعالج بالرد العقلي والاستدلال العقلي. فهذا كان الباب المختصر في علاج الوسواس في الشرع، والحمد لله. على خبري، أنت ما توافق على مصطلح مفكر إسلامي عدل؟ هي صحيح. ليش؟ ممكن أسأل؟ لأن مو ما أوافق، أحسه مصطلح هلامي، يعني صعب أنك تحدد من هو المفكر الإسلامي، شنو حدوده، شنو ضوابطه. يعني ما طبعا هذا لا 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 يعتبر طعن في كل من تسمى بهذا المصطلح، لا، ولكن صار كأنه ستار
أي واحد يبي يظهر للإعلام ويكون نيته خبيثة مثلاً، فيقول لك أنا مو شيخ أنا مفكر إسلامي. زين شنو مؤهلاتك اللي خلتك تأخذ هذا؟ ولا شيء، مجرد أنه قاعد يتكلم في الشريعة، فيبو كأنه نوع من التخفف من الالتزامات اللي راح تكون على من يحمل لقب عالم أو شيخ، لأن هذه يبيلها شغل وسهل الانكشاف فيها. لما واحد يدعي تخصص، لما واحد مثلا يقول أنا طبيب، زين هذا مو صعب إنه يدعي، لأن تعال يبغى تشنو دراسة شنو شهادتك، تعال خلنا نختبرك أي مجال من المجالات. لكن واحد يقول أنا مفكر إسلامي، زين هذا شلون أختبر صحة كلامه؟ شنو الضابط؟ ف يعني عندي تحفظ على هذا المصطلح. عافيك. الموضوع هو تصحيح مصادر المعرفة أو نظرية المعرفة. ابتدى الشيخ أول شيء بقصة الباحث عن الحقيقة، عندما سأل عن الحقيقة أو ماهيتها لم يعلم ماهية هذه الحقيقة. بعدها ابتدى الشيخ في اللي هو ذكر الشيخ كذلك اللي هو قول ابن تيمية رحمه الله، إن من لم يكن عنده هذا نظرية المعرفة السليمة أو مصادر المعرفة هذه تكون عنده سليمة، فيجب عليه أولا التأديب قبل أن يناقش، لأن لا يمكن أن يناقش مع عدم وجود هذه القاعدة المشتركة بيننا وبين هذا الشخص. كذلك تقسم إمكانية المعرفة لدى الأشخاص من الناس ما هو شكي أو سفسطائي الذي يقول أنه لا يمكن الوصول إلى معرفة يقينية، هذا النوع الأول من الناس. كذلك النوع الاعتقادي الذي يقول لا يمكن الوصول لهذه المعرفة اليقينية. ثم ذكر الشيخ اللي هو مصادر المعرفة لدى الإسلام اللي هي الفطرة والعقل والحس والخطر، وتعتبر من محاسن الإسلام أن أعطى لكل واحدة من هذه المصادر الإطار التي لا يمكن أن يخرج منها. فمثلا العقل لا يمكن أن يخوض في الغيبيات، وهذه أرى أنها من محاسن الإسلام أن أعطى لكل واحدة من هذه المصادر الحجم الذي يستحق. ثم ذكر بالمقارنة على الثاني اللي هو من الأسس التي بنيت عليها الشبهات، بعد ما تكلم الشيخ عن المبحث الأول موضوع الكذب، تكلم هنا عن موضوع خلل الاحتكام المرجعي، وبين به اللي هو الاحتكام في تحسين شيء أو تقبيحه، وأن يكون هذا التحسين أو التقبيح حين يرجع إلى مرجعية خاطئة لا تلزمنا أو تلزم يعني تحاول إلزامنا بما لا يلزم. ضرب أكثر من مثال، ضرب مثال الاحتكام إلى الأغلبية، أغلبية الناس، وضرب مثال الاحتكام إلى السلطة، ومثل السلطة بالاحتكام إلى الفلاسفة المشهورين مثل أرسطو، كيف أنه كان له تأثير كبير في الحياة والسلطة الفكرية والعلمية في التاريخ عموما. وضرب مثال ثاني ريتشارد دوكنز لما يعني قرر نظرية الأكوان المتعددة وما نوقش فيها، قال لها علماء الفيزياء يعني هم على درجة عالية من الذكاء فاهمين ايش يسوون، فكأن يعني وضعهم كسلطة واحتكم إلى هذه السلطة. وبالنهاية ضرب الشيخ مثال في الاحتكام إلى الثقافة السائدة، الثقافة العالمية السائدة، وضرب مثال ببرنارد لويس وكيف أنه يعني حاكم المسلمين وقيم المسلم الجيد والمسلم السيء بناء على اقترابهم وابتعادهم من الثقافة الغربية، فصارت الثقافة الغربية هي المرجعية الحاكمة. فهذا ملخص الفصل اللي هو الاحتكام المرجعي. فيعول مثير الشبهات شبهات دائما على كسلنا المعرفي، وهذه يعني فعلا يعني موجودة بكثرة في هذا العصر، ان يا ان انت ما تبي تقرأ وتعرف وتسمع، وإن سمعت خلاص دام أن أنا راحت عني الشبهة خلاص أنا ما بيعرف زيادة عن هذا، وهذا راح يؤدي إلى خلل في المستقبل. فذكر الشيخ أن الإنسان لابد يكون عنده معرفة إضافة إلى المهارات التي تساعد منها، يعني طبعا التفكير النقدي والتحليل، استدلال بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وأيضا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. الخطوة الثالثة والأخيرة طلب الدليل الصحيح. ففي هذه
نقطة يعني تحديدا في صفحة 149 هناك مثل يعني مشجرة صغيرة سواها الشيخ، ما هو دليلكم ارجعك في القول؟ دائما الواحد لما يتكلم يستند إلى دليل، فيا انه يكون عنده دليل او ما عنده دليل. ما عنده دليل طبعا ما يقبل عادي، انا يعني اردك باي فكره غبيه واطيح فكرتك يعني، لانه ماكو دليل، قاعد نتناقش على ارض مفتوحه. او عندي دليل، شنو دليلك؟ اما العقل ان التجريبي او المنظمه الفلانيه. جزاكم الله خير. انا ادعوكم طبعا ان الواحد يرجع الى هذا الفصل، لان في تطبيقات تكتيكيه نقدر احنا ننزلها على ارض الواقع. وجزاكم الله خير. وثم ذكر الشيخ اصول صراحه يعني عجيبه جدا، عدل الله عز وجل وحكمته ورحمته وعدم ظلمه للناس، من عدله عدم مجازات الناس بمجرد علمه تعالى الأزلي بأعمالهم، سعة علم الله عز وجل ومحدودية علم البشر، فالبشر لا يمكن أن يعرفون حقيقة مآلات الأمور وصحة هل هي فعلا ظلم أو هل هي شر حقيقي لهم أو لا، كما في قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وكذلك آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. يعني هذه تبين عجز الإنسان عن معرفة ما يصلح له. مملوكية البشر والخلق لله عز وجل، مملوكين لله عز وجل، والمالك له التصرف في ملكه. الدنيا دار ممر لا دار مقر، وكذلك يعني نضيف عليها أن هناك حساب في هذه الدنيا، فهي يعني وجود الشر فيها إنما له مآل في النهاية. كذلك طبعا النقطة أن الشر نقطة ومصائب الدنيا وشرورها مجرد يعني يبين حقارة الدنيا أن هي صغيرة بالنسبة حق الآخرة الأزلية. الأصل الخامس، نعم الحياة ومحاسنها لا يمكن أن تظهر بدون الشر، وفعلا لان يعني كما يعرف وبضدها تتبين الاشياء، فكيف تعرف الخير اذا لم يوجد الشر؟ اذا لم يوجد الشر فكل شيء خير، اذا لن تحس بطعم الخير اصلا. لا وجود اصل السادس، لا وجود الحريه لاختيار الانسان بدون شر، لان الشر ياتي من الانسان اصلا وباختيار الانسان، فاذا لم يكن للانسان قدره على ان يفعل الشر لغيره اذا هو يعني افعاله مقيده. ويعني أذكر الشيخ عبد الله الجيري يذكر أن من عقيدة الملاحدة وكثير منهم تلبح هذا اللازم أن هم جبريين ويؤمنون بعقيدة الجبر بسبب لوازم عقيدتهم الفاسدة. الأصل السابع، وجودنا في هذا الحياة إنما هو للابتلاء والاختبار، فهذه الأمور المصائب والشرور إنما تأتي إنما إما للابتلاء والاختبار وإما لتكفير السيئات. يعني وهذه مسألة ظاهرة جدا في الشريعة الإسلامية، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. سبحان الله، رد يعني أنا أول مرة أقرأ الآية في هذا السياق، سياق مشكلة الشر، وتشعر وكأنها أنزلت في هذا السياق. يلا بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أخوي إسماعيل، إذا أنت كان عجبك تفصيل الشيخ في فصل أو الزواج أو اللي قبله، فتفصيل الشيخ في فصل الشبهات أو عفوا الحدود يعني يبرد الكبد على قولتهم. فطبعا المبحث الخامس اللي هو الحدود الشرعية قسوة أم رحمة، وذكر الشيخ أهمية الضروريات الخمس. هذا أتوقع أن أنا أرى أن هذا أمر جوهري، أن الذي يعني مثلا في ناس اللي ما يهمهم الفرق بين الزنا والزواج طبيعي راح يكون ضد حد الرجع، حد الزنا، حتى العقوبة الزنا. فإذا ما كانت تهم العائلة والشرف والعرض فما راح تهم هذه الأمور. كما أن المرأة الذي لا يهمها الدين طبيعي ما راح يهمها حد الردة، راح يكون بالنسبة للدين شيء ثانوي. فالشيخ جزاه الله خير ذكر هذه الأمور. أنت ذكرت أن الإسلام أعطى تدابير قبل الوقوع في المعصية أصلا، ألا وهي سد الذرائع، تيسير الحلال، وجعل الآخرة هي الأساس. والشيخ ذكر ايضا تدابير التي تحصل بعد الحدود. في ناس عندهم انت زنيت انت راح تنجلد، الاسلام مو كذي. ففي امر الاول الاضطرار، الا من فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم. وذكر حد ان مثل حد السرقه في عهد عمر الخطاب وقفه، فقال لا يقطع في عتق ولا في عام سنه. الامر الاخر العذر بالجهل، انا شخصيا ما كنت اعرف ان
العذر الفجاري يعتبر عذر لعدم وقوع الحد على الشخص نفسه. في حديث أظن عن عمر إن كان أو عن أحد صحابة إن كان عالما فحدوه ولم يكن يعلم فعلموه وإن عاد فحدوه. الأمر الثالث الأمر بالستر وعدم تستير. هذا المثال واضح فمثال جميل ألا هو قصة رجل اسمه ماعز زنى فأتى إلى أبي بكر فأبو بكر أمره بالاستتار وأتى بعد ذلك إلى عمر فعمر أمره بالاستتار أن يسر على نفسه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة أكد له هل أنت زنيت ومتأكد وروي أن في رجل قال له نروح اعترف فقيل له يا هزال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك. والأمر الآخر غير صعوبة الإثبات الدر بالشبهات قالت عائشة رضي الله عنها ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. وهنا يتبين طبعا سماحة الإسلام أنه مو بأي ادعاء يؤخذ الرجل ويرجم. غوانتانامو مثلا كان يعترفون هم رسميا يعني بموقعهم أنه أخذ الناس إلى معسكر غوانتانامو اللي يعتبر أسوأ معسكر من أسوأ المعسكرات في عصرنا الحالي كان على الشك لا على دليل ولا شيء يأخذونه وبعدين عاد إذا طلع براءة آسفين والله شبهنا عليك. جميل. الأمر الآخر السماح بالرجوع أي حتى ولو اعترف ثم قال لا لم أفعل ذلك يسمح له. والأمر الأخير هام جدا جميل ذكره ألا وهو تقدير نفسيته. عموما الناس يعني لما يتكلمون عن الحدود والسجن لازم إحنا يكون مجتمع إنكلوسيف ويتقبل الجميع ولا تطرد الناس. هذا شيء يجب أن يبين حتى في الحدود الإسلامية. فنحن عندما نقيم الحد بعد كل هذه الشروط والضوابط والتدابير فبعد الحد تعتبر توبة للرجل والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستغفار له ونهى عن الدعاء عليه أو سبه وحتى صلى عليه بعد موته. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا لم يصلي الله عز وجل نهى عن الصلاة على المنافقين ولكن لأتوا هذه الأمور والحدود وعوقبوا عليها فهذه توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهم تاب توبة لو وزعت على أمه وعلى أهل المدينة لوسعتهم. فهذا أمر عظيم أن الرجل وهذا من الأمور اللي جعلت الصحابة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يعترفون بذنوبهم لأن يبون يتوبون يعني توبة من قلب سلفة مو أرواء غليل الحكومة والشعب لا سلفة مو أرواء غليل السلفة توبة. وأظنهم شيء بشيء يذكر مثلا مثال هم معاصر الرجل اللي قتل بنيوزلندا اللي قتل 51 شخص وأكثر من ذلك دخلوا المستشفى قبل أسبوع أو قبل أسبوعين أصدرت نيوزلندا الحكم العادل والقضاء الحكيم على سجنه مدى الحياة. بس 51 شخص قتل تسجنه مدى الحياة هذا شو سوي بسجنه أنا يعني كشخص وصايا صراحة أشكرك على الكتاب كامل خاصة وصايا هذه كانت جميلة جدا يعني الله يحفظك. وصية الأولى كن واعيا أن يعني لازم الواحد يكون مثقف أولا في دينه وفي الحق وثانيا في الواقع اللي هو عايشه. نعم. وثاني واحدة هي الاعتزاز بالدين. هذا أمر يعني حتى متعلق في الشبهات أن يعني الشخص لما يكون مدافع حتى لو دافع صح بس مجرد ما يكون في موقع الدفاع يعني هو مورد يعني للنقد. أما إذا كان مدافع مهاجم فهذا راح يخلي الخصم يحاول يقتنع أكثر يعني. والوصية الثالثة إذا كنت ذا همة في السؤال فكن ذا همة في التعلم. وايد ناس يعني يسأل أسئلة بكذي تبي تجاوبه يمل خاص يقول لك بس خاص أو يقول لك مثلاً أنت ليش مثلاً كذا 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 تقول له تعال خلينا نتناقش كل ما بيتناقش خاص ما لي خلق. هذا يعني هذا نوع من الكبر يعني والغفلة والإعراض عن حب الدنيا يعني شيء. والوصية الرابعة قوة المنطق خير من منطق القوة. إن الواحد يتعلم آداب الحوار ويتعلم كيفية الرد ويتعلم ما يستعمل أساليب لأصحاب الباطل يعني. وبس جزاكم الله خير. جميل. يا هل عندنا ملاحظة على القصيدة؟ أنا قلت خلنا حطها هني يعني لها مناسبة في قضية الحوار وشذي.